نبدأ الآن نحول هذا السيستم لـ State Space Model. شوفوا شو راح نعمل. هلأ موجود عندي هو في Transfer Function راح أفكر كله Blocks. راح أفكر كله 3 Blocks. First Order و First Order و First Order مع 0. راح يصير عندي هذا السيستم 1 على S plus 9. طبعاً في إشي أنا مش عاجبني بهذا. إيش في إشي سيء هون في هذه Transfer Function؟ قديش Steady State Gain تبعها؟ أقل بكثير من 1. ستيدي ستيت جين تبعها هو 6 على 9 في 8 في 7. هذا طبعا مش سيء. انا بفضل شخصيا بفضل اني ارد اضرب في معكوس هذول مقلوب 7 في 8 في 9 على 6 عشان لو دخلت ستيب فانكشن هذا السيستم الاوتبوت يروح على 1، واذا ما راحش على 1 بعرف انه في ستيدي ستيت ايرور. اوكي، هاي بنعالجها بعدين. هلا قسمنا هذا ل 3 بلوكس. هاي بلوك طبعا هدول arbitrary تختارهم زي ما بدك، كانت تحط السبعة هون والثمانية هون زي ما بدك. هلا الأخير راح نحطه بهذا الشكل، راح أحط الزيرو فوق، راح أحط S plus 7 that. وهي عندي الانبوت U of S والاوتبوت Y of S. أوكي، هلا هذا مش راح أقدر أكمل فيه، بدي أحاول أحوله بطريقة معينة. راح أقسم البسط على المقام. فإذا قسمنا S plus 6 على S plus 7 إيش راح تعطيني؟ 1 في هاي ماينس ماينس، هذول بيشتغل مع بعض راح يعطيني 1. راح يصير هذا 1 ناقص، فهاي كلها راح أحولها، راح أحول هذا البلوك، راح يصير عندي 1 زائد ناقص، وراح يضل عندي 1 على S plus 7. هاي تريك مهمة وانا مش راح اقدر اكمل. إذا ما عملنا هاي تريك ما راح اقدر اكمل. اوكي؟ مش الناقص 4 لا 1، لما قسمتهم اعطاني 1، مش هيك؟ هاي الواحد. على ماينس 1. وماينس 1 على S plus 7. اتأكد إذا كأنك شاكك. كويس، إذا شكيت كلنا بنشك بالأشياء مرات، نتأكد منها من فيريفيكيشن. أوكي؟ هي هذا السيستم. كم ستيت فاريبل لازم يكون عندي؟ أيوه تفضل. تفضل. كم ستيت فاريبل عندي؟ ثلاثة. هي مباشرة، هي باخذ 1 هون، 1 هون، 1 هون. أوكي؟ وهدول على فكرة فيزيكال فاريبلز بقدر أقيسهم. يعني هاي إذا كانت البلانت فعلاً زي هيك، وعلى فكرة معظم البلانتس الحقيقية في المصانع والسيستمز المختلفة، راح تلاقي هي سيريز أوف فيرست أوردر سيستمز. ريل بولز، ببدا بريل بولز، بس لما ببدا بعمل فيدباك بتحركوا البولز للسيستم ككل وبصير عندي كومبلكس كونجيجيت بير واشياء ثانيه. اوكي ماشي، واضح، فاهمين؟ كثير كثير من السيستمز الحقيقيه هي فيرست اوردر سيستم، يعني هذا كانه فيرست اوردر سيستم التايم كونستنت تبعه 1 على 9 سكندز، وهذا فيرست اوردر سيستم التايم كونستنت تبعه 1 على 8 سكندز، وكان الاحسن لو بحطهم 8 ولا احطهم 9. اوكي، اذا هلا بناخذهم راح اسميهم كمان اربيتري زي ما بدك تسميهم. انا راح اسمي هاي اكس 1. لاحظوا هذه في داخلها في انتجريتر. اوكي، هي مزبوط مبينه 1 على اس بلس 7، بس بداخلها انتجريتر مع نيجاتيف فيدباك، وهذه انتجريتر مع نيجاتيف فيدباك، وهاي انتجريتر مع نيجاتيف فيدباك. الانتجريتر بيحفظ الفاليو مزبوط في ميموري، فالميموري تبعته هي اكس 1. وهون عندي هاي اكس 2 اوف اس وهاي اكس 3 اوف اس. هلا بدنا نحط المعادلات. رح ناخذ المعادلة العلاقة الأولى بين x1 و x2، فعندي x1 of s على x2 of s بتساوي 1 على s plus 7، فبصير عندي من هاي المعادلة، من هاي المعادلة بصير عندي s في x1، بصير عندي x1 dot زائد 7 x1 بتساوي x2 of t. احنا بدنا نعيد ترتيبها بحيث نكون عندي الاكس دوت على جهه وهاي على الجهه الثانيه، مش هيك؟ فبنعيد ترتيب هاي المعادله، بنسميها اكس 1 دوت بتساوي ناقص 7 اكس 1 اوف تي زائد اكس 2 اوف تي في 1 زائد 0 اكس 3 اوف تي، واذا بدك كمان زائد 0 يو اوف تي. هلا البروك الثانيه سهله، عندي هون اكس 2 على اكس 3 مزبوط، فبصير عندي اكس 2 اوف اس على x3 of s بتساوي 1 على s زائد 8، فبتصير عندي المعادله من هون x2 dot زائد 8 x2 of t بتساوي x3 of t، فلما نعيد ترتيبها
بتصير عندي x2 dot of t بتساوي 0 x1 of t ناقص 8 x2 of t زائد 1 x3 of t زائد 0 u of t. مظبوط؟ والأخيرة فيش حاجة أدخل فيها بتفصيل، رح تطلع نفس الإشي مش هيك، بس الاختلاف عندي هون 9، فالأخيرة رح تكون x3 dot of t بتساوي 0 x1 of t و0 x2، بس العلاقة رح تكون بينها وبين، إذا هون زائد 0 x2 of t، رح يطلع معي minus 9 x3. مظبوط؟ بس هون عندي u of t مش هيك؟ 1 u of t. مظبوط المعادلات ولا غلطنا بشيء؟ هاي راح تصير x3 دوت لانها ترندب في s زائد 9 x3 بتساوي u of t، بنقول ان 9 هاي الجهه بتصير ماينس 9 من هون، اذا هذا شو بقدر اطلع مباشره؟ ايه عندي جاهزه مش هيك؟ هاي المعادله بقدر اتخلص منها، وين هالمعادله؟ هاي ما بدي اياها، صار عندي هاي معادله ومعادله ومعادله مش هيك؟ اذا ايه شو بتساوي؟ ناقص 7 1 0 وبعدين عندي هون 0 ناقص 8 1 وبعدين عندي 0 0 ناقص 9 وب 0 0 0 1. هل هاي بالكنترولر بالكانونيكال فورم؟ لا، مش بريكوجنايز بالكانونيكال فورم، الكانونيكال فورمز اللي موجوده. هل بامكانك تحولها للكنترولر بالكانونيكال فورم اني اعمل سيميلاريتي ترانسفورميشن؟ ايش السيميلاريتي ترانسفورميشن؟ هتكون تي او تي سي، تي سب سي M في W مش هيك؟ M في W مظبوط؟ لأنه هاي بقدر أطلع M و W من هون وبطلع الـ coefficients تبعت الـ existing polynomial هيها مش هيك؟ الكل متذكر كيف بطلع M W؟ M في W بحط الـ transformation بحول للشكل هذا. طيب شو ضل عندي هلأ؟ C مش هيك؟ هون C شو رح تساوي؟ X2 minus X1 مظبوط؟ لأن هاي X2 minus x1، فرح يصير عندي هلا y of t بتساوي minus x1 of t زائد x2 of t زائد 0 x3 of t، ودي طبعا 0، فبتطلع عندي c تساوي ناقص 1 1 0. نتأكد من حلنا انه مظبوط. b a بتطلع ناقص 7 1 0 0 ناقص 8 1 0 0 ناقص 9 0 0 1 ناقص 1 1 0 ودي بتساوي 0. اوكي okay.